السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. اليوم ان شاء الله غادي نصوب معكم رينج لايت سهلة وغير مكلفة، تقريبا اقل من 100 درهم. بالنسبة للادوات اللي غادي نحتاجو: بابي الومنيوم، سكوتش ديك اللي كتكون عريضة بحال هذه اللي كتشوفوا، اللصقة ديال الشمع، وهاد الليد اللون الابيض، وممكن انكم تاخذوا الاصفر، هي فيه عده الوان، تختاروا اللون اللي بغيتوا. الابيض كيعطي اضاءه احسن، انا خديت جوج ديال الامتار، وكنفضل انكم تاخذوا رق من هذا لان هذا صعيب شويه في الخدمه، وكي يديروا معاه هاد البريز اللي كيتصل بالضو، وكرتونه مقطعه على هاد الشكل، كنقطعوها على شكل دائره ونديروا دائره صغر منها ونعاودوا نقطعوا مره اخرى. والمسدس ديال الشمع، اول حاجه غادي نقوموا بها هي غادي نقطعوا البابي الومنيوم على هذا الشكل طولي، وغادي نبداو نلفوه على الكرتونه، كنخليو الجهه اللامعه هي اللي الفوق. الدور ديال البابي الومنيوم غادي يعكس لنا الاضاءه وتكون اقوى اكثر. غادي نبقاو مستمرين بنفس الطريقه حتى نكمل الدائره كامله. كيف ما كتشوفوا كتولي على هذا الشكل. باش غادي نثبتها اكثر غادي ندوز عليها سكوتش من الخلف، بالنسبه للثمن ديال الليد على الناس اللي غادي يبغيو يعرفوا الثمن، راه ب 25 درهم للمتر. من بعد ما دورت السكوتش كامله غادي نبدا نلصق في الليد على الدائره، وغادي نلصقه بمسدس الشمع. كيف ما كتشوفوا الاضاءه ديالها قويه زوينه بزاف. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الامكانيات باش يشريو رينج لايت اللي كنعرفوا ان الاثمنه ديالتها مرتفعه، هذه تهي تفي بالغرض. وغادي نبدا نلصق، غادي تحاولوا غادي ياخذ لكم شويه ديال الوقت باش انكم تدوروه لان تيكون شويه قاصح. كيف قلت لكم الا لقيتوا رق منه يكون احسن، وصافي غادي نبقى ندوروا على الدائره كامله. ممكن تاخذوا كذلك اكثر من جوج ديال الامتار ان الدائره كامله تكون فيها الضوء، وتا هذا راه كافي. غادي تشوفوا معايا في الاخر الاضاءه بشكل جيد. هنا من بعد ما ساليت غنبدا ندوز السكوتش كامله عليها باش كيتبت ليا داكشي مزيان، ونتفادى انه البابي الومنيوم يتقطع. ممكن كذلك ديروا البابي كويسون، حتى هو كينقص من الحده ديال الضوء، كيكون الضوء معتدل. وهنا من بعد ما ساليت كلشي غادي نركبها في الضوء، وغادي تشوفوا الاضاءه ديالتها كيف دايره. كيف كتشوفوا غادي نوريها لكم على شي حاجه اللي غادي تبينها اكثر. هذه الموديل ديالي شهوده، جربت فيها باش تشوفوا الفرق ما بين الاضاءه ديالها والاضاءه ومن غيرها. كنقصد هنا غادي نركبها في الضوء، اي فوالا، هذه هي الاضاءه، عجبتني بزاف الصراحه. وما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.